مساء الخير، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من برنامج خليها علينا. في حلقة اليوم سأتناول موضوعين. الموضوع الأول هو عبارة عن موضوع سابق كنا تناولناه في هذا البرنامج، أما الموضوع الثاني هو سيستعرض وجه من أوجه التضامن الجزائريين خاصة اللي في المهجر، لكن بصورة أخرى وانشغالات أخرى. إذا نبدأ بالفقرة الأولى وهي متابعة كما قلت لموضوع سابق كنا طرقنا له في حلقتنا السابقة. ومن عاداتي عندما أتطرق إلى موضوع أو أتناول قضية أو ملف نحب ندير متابعة لهذا الملف، نحب نشوف وين وصلت الأمور وما هي تطورات ومستجدات هذا الملف أو هذه القضية أو هذا الموضوع. ربما تتذكرون جيدا مصنع ميتال ستيل للحديد والصلب اللي جاي في مدينة العلمة بولاية سطيف، وكنا تطرقنا إلى المبادرة الإنسانية الرائعة اللي تبناها هذا المجمع، وهو أنه توقف عن إنتاج الحديد والصلب اللي هو النشاط المعروف بهذا المصنع، وأراد أن يحول في مبادرة خيرة منه، أراد أن يحول الأكسجين الصناعي إلى أكسجين طبي حتى يساعد المستشفيات ويساعد كل من يحتاج إلى هذه المادة. مادة الأكسجين اللي شهدنا طلب كبير عليها، سواء في المستشفيات أو لدى المرضى في البيوت اللي ما راحوش للمستشفيات، وشهدت نقص في المؤسسات الاستشفائية، وشفنا كلنا كل هذيك الصور وهذيك الأخبار اللي ربما أيضا نشرت الخوف والذعر اللي هو أيضا تسبب في ممارسات غير سوية فيما يتعلق بهذه المادة الحيوية التي تنقذ حياة الناس. إذا قبل ما نتناول هذا الموضوع فقد نشوف بعض المقتطفات من القضية اللي طرحناها في البداية مع السيد هرادة صاحب هذا المصنع، وين طرح لنا هذه الفكرة وشرح لنا هذه الفكرة وهذه المبادرة اللي فرحت الجزائريين وعطتنا أمل كبير في تحسن الأوضاع، وفي عطتنا حتى صورة من صور التضامن والتآزر اللي معروف به الشعب الجزائري. نشوفوا هذه اللقطات فقط حتى نستذكر هذه الحلقة ونعود نرجعوا للبلاتو. وقفت إنتاج المصنع لصناعة الحديد والصلب وحولت الأكسجين الصناعي إلى أكسجين طبيعي لتزويد المستشفيات بهذا المادة الحيوية هي الأكسجين وإنقاذ أرواح الكثير من المرضى. تكلمنا على هذا المبادرة، كيف حتى أقدمتم على هذا المبادرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. كما تعلموا اي مصنع تبع حديد وصلب في اي المستوى العالمي لازم يكون عنده وحده اكسجين لان يشتغل بها المصنع. احنا الوحده هذه كانت موجوده على مستوى المصنع لكن مش راكبه 100%. بعد ما شفنا الاصابات كثرت في على المستوى الوطني عموما وعلى مستوى سطيف خاصه اللي راهي اليوم الناس تعاني من مادة الأكسجين، قررنا باش نشغل هذه الوحدة هذه اللي كانت راكبة تقريبا 90 حتى 95%، كانوا يكون فيها صينيين على كل حال. الصينيين مشاو العام اللي فات نظرا لظروف كورونا ولا غير ذلك. احنا الوحدة هذه ما كناش محتاجين للمصنع لأن مازال وقتها تقريبا بعد سنة إن شاء الله نشغلوها. اليوم قررنا باش نشغلها. بقينا محتارين شكون اللي يقدر يكمل هذه الوحده هذه. درنا نداء في وسائل التواصل الاجتماعي، نداء للمهندسين والعمال والمختصين في هذا المجال هذا. الحمد لله رب العالمين، الناس تبعوا النداء من جميع ربع الوطن ولله الحمد. هذا هو الميزه اللي في الشعب الجزائري ولا الميزه اللي في الجزائريين والفرد الجزائري، أنه في حالة الشدة يلقى بعضها. إذن كما شفنا مشاهدينا الكرام هذه الحلقة، أكيد كل الجزائريين والناس اللي شافوا في مواقع التواصل الاجتماعي في القناة شافوا هذه الحلقة يتذكروها جيدا. للمزيد من التفاصيل، لأنه احنا سألت عن مصير هذه المبادرة
لأنه من الطبيعي أنه عندما أتناول ملف أو قضية أو موضوع من الطبيعي أني أتابعه باش نعرف وش هي مستجدات هذه القضية، خاصة فيما يتعلق بهذه المادة اللي يطلبها الجزائريين اللي يطلبها المستشفيات بشكل كبير. فصاحب المبادرة يعني عبر لي عن انشغاله وعبر لي أنه هذه المبادرة فيها بعض الإشكاليات أو بعض المشاكل اللي راهي تعيق البدء في إنتاج الأكسجين، مع أنه كل الأمور متوفرة وكل الأمور جاهزة من أجل أن يبدأ هذا المصنع في إنتاج الأكسجين الصحي. لمتابعة هذا الموضوع أرحب في الأستوديو بالسيد ياسين بن نعيجة، ممثل عن شركة ميتال ستيل بالعلمة بسطيف وواحد من رواد هذه المبادرة. أهلا وسهلا بك أستاذ ياسين. شكرا أخت ليلى، مرحبا بكم. ومعنا أيضا لأنه الموضوع يتطلب إلى شرح متخصص في الأكسجين، يعني متخصص في هذه المادة وما يحيط بها من علم، لأنه إحنا ماناش متخصصين، فبالتالي لازم نجيبوا أهل العلم أهل الاختصاص حتى ينورونا ويعطونا صورة واضحة عن هذه المادة وعن المميزات اللي لازم تكون فيها، ويعطينا رأي في ما يخص هذا الموضوع. معي البروفيسور محجوب الرضوان، أستاذ جامعي متخصص يجمع بين الرياضيات والفيزياء، ويقري موديول يعني مادة في الجامعة، يقري الأطباء مادة متعلقة بالميكانيك دي فلويد ميديكو، أي كل ما يتعلق بالسوائل الطبية والغازات الطبية، وعنده دراية يعني عميقة وكاملة حول مادة الأكسجين. أهلا وسهلا بك بروفيسور. أهلا بك، شكرا، بارك الله فيك. أهلا بك. إذن مشاهدينا الكرام، باش نعرفوا وين وصلت المبادرة وش هي المشاكل اللي راهي تعيق يعني أنه هذه المبادرة تكون في الميدان وتدخل في الإنتاج، معنا سي ياسين، لو تشرح لنا ماذا حل بالمبادرة. ماذا حل بالمبادرة؟ الحمد لله أن عشنا في 15 يوم هذه الأخيرة يعني أشياء رائعة، وين شفنا تضامن كبير من ربع الوطن، يعني جونا شباب ما شاء الله عليهم من العاصمة، من جيجل، من عنابة، يعني ما شاء الله، حتى تقنيين وحتى ديزانجينيور اللي داروا عمل رائع في مدة 10 أيام. تمكننا يعني من تركيب كل التجهيزات مع بعض الصعوبات اللي كانت، لأنه المورد كانت مازالت اون بيريود دو غارونتي، مازالت في مده ضمان حتى في التركيب، يعني مازال ما خلصش يعني هو التركيب تاعو. صاحب المصنع سي هرادة العيد مشكور حب يدير مبادره ويعاون بها اهل المنطقه، خضع على عاتقه كل ما ينجر عن هذا لاركتور دو كونتر اللي بينه وبين المورد، وبدينا مع الشباب اللي جاونا بدينا في عمليه التركيب، وكان شيء صعيب، كان عندنا هاجس اللغة، كان عندنا هاجس ثاني التكنولوجيا اللي كانت مستعملة، كان عندنا ثاني ولينا حابين نبحثوا عن البروسيس والميمام كيف نديروه، لأنه طريقة عمل كل مصنع تختلف على الآخر. وفقنا بإذن الرحمن وبدينا البريميزيسي التجارب الأولى، وكانت مشجعة، كانت مشجعة كثير، لكن كاين القانون واضح، وكاين الستوندار اللي احنا نخدمه به اللي هي في لاكرياسيون دو تاع الاكسجين من الكريوجيني لازم يكون يفوق 99.5% باش يكون ميديكال. الشيء اللي كنا حنايا ما عندناش فكره يعني واضحه عليه، احنا كانت عندنا تفكير انه يعني القانون يقول نسبه نقاوه الاكسجين لازم تفوق 99.5% في البروسيس في البروسيس كريوجيني. هذا وهنا حتى ما لقيناش يعني طريقه باش لانه الوضع الراهن، احنا اليوم نعيشوا حرب ضد هذا المرض هذا، وحبينا انه نلقاو حلول استثنائيه لظرف استثنائي، هذا هو المبتغى تاعنا اليوم. سي ياسين اسمح لي، خلينا نتوقفوا عند هذه النقطه باش نروحوا خطوه بخطوه، لانه مهم كل كلمه تهدرها مهمه، خاصه في حضور واحد من المتخصصين يعني القلال في هذا المجال، بروفيسور محجوب الرضوان. أولا
النقطة الأولى اللي قالها سياسين قال أنه القانون يقول لازم الأكسجين يتجاوز نسبة النقاوة فيه تتجاوز 99.5% حتى يستعمل طبيا، هل هذا صحيح؟ هل هو صحيح؟ Je peux répondre d'une façon très directe, oui, صحيح. لكن لأي استعمال؟ إذا كان نريد إنتاج الأكسجين بنسبة نقاوة تاع 6% هذا معناه أنه الأكسجين اللي راح نستعمله سوف ننتج به الأدوية مثلاً الأنتيبيوتيك. C'est ce qu'on appelle un usage dans le domaine de la pharmacopée. Donc nous sommes dans le domaine pharmaceutique. C'est pour donner cet oxygène pour des fins d'oxygénothérapie. يعني للتنفس. في الهواء الطلق في الهواء الطلق. ما نلقاوش هذه النسبة. Et pourtant, l'humanité tout entière respire de l'air. Mais pas 99,6. إذن الشيء اللي قلته صحيح حقيقة ولكن هذا الإنتاج موجه إلى صناعة صيدلانية. نعم. أما فيما يخص التنفس يعني المساعدة على التنفس. نعم وخاصة هنا يعني نشهد هذه الأيامات هذا الطلب المتزايد حول الأكسجين بالنسبة للمرضى المصابين بالكوفيد في المستشفيات وحتى خارج المستشفيات. بارك الله فيك. أما هذا فيما يخص الآخر نكتفي قد نكتفي ب 95%. وهذا لا يختلف فيه المختصين ولكن لابد أن يكون السؤال دقيق هل نستعمله إلى الأدوية فصحيح أما إذا كنا نستعمله للتنفس هذا ما يستعملوش للأدوية باين يستعملوه للتنفس باش يخفف من الأزمة باش يخفف من الطلب المتزايد هو الهدف كان واضح هو الهدف كان واضح من البداية أنه حبينا نعاونوا مستشفيات المنطقة لأنه كاين عجز ما نقولوش عجز كاين مشكل في التزود بالأكسجين خاصة في البداية كان الهلع والخوف وربما خلق نوع من الندرة في الأكسجين هذا اللي خلانا تقريبا حولنا الطريق يعني من صناعي الى وهذه مبادره انتم قمتوا بها يعني مبادره خيريه ما فيها لا ما فيها حتى غرض تجاري احنا نعم. احنا الحاج اسي اونجاجي باللي تكون اتيتر غراتوي وشنو التسيير يكون من جهات المسؤوله احنا نكتفي فقط بالانتاج والناس البرون لو ريلي جمعيات ولا بلديات ولا سياده الوالي طيب. ولا حاجه نمشيو في هذا خلينا نروحوا خطوه بخطوه البروفيسور قال نكتفي ب 95% لكن بروفيسور الان المستشفيات حتى المكثفات تاع الاكسجين اللي رانا نستوردوها من الخارج واللي راها يستعملوها سواء في المستشفيات او عند الناس يعني في البيوت تاعهم نسبه النقاوه 93% داكوغ الوغ كان ذكر كان ذكر لو بروسيس اللي يستعملوا لانه لانتاج ماده الاكسجين يوجد عده بروسيس هو لو بروسيس اللي كان يتكلم عليه سي ان بروسيس اسمه لا كريوجيني لانه عندنا الهواء نستخرج منه الاكسجين وكاين طريقه علميه لاستخراج الاكسجين وهذه الطريقه العلميه هو اللي راهم يستعملوها هي لا كريوجيني واش نديرو نحكموا لير هذا كون ريسبير لازم نعرفوه لير فيه 21% اكسجين 78% ازوت لو نيتروجين اللي يسموه نيتروجين يبقى 1% ال 1% هذاك سي لو مونوكسيد دو كربون واحد اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكربون وغازات اخرى منها دي غاز غار منها يعني لارغون اكسيتيرا تري بيان دونك علميا on sait باللي لا تمبيراتور دو فيزيون نتاع الاكسجين في حوالي تقريبا 183 باش يبدا البروسيس يخدم باش يبدا في حدود ناقص يعني درجات حراره منخفضه تحت الصفر 182 183
يصبح الأكسجين غاز، ينتقل الأكسجين من مادة غازية إلى مادة ليكيد، يعني سائلة. شكرا. ثم on récupère l'oxygène liquide. ومن قبله في البروسيس حتى نلحق إلى درجة حرارة تاع ناقص 183، نمر على درجة حرارة في الناقص تاع 83. ثم يتم فيها ذوبان المونوكسيد والديوكسيد دو كربون. Ce sont des gaz toxiques qu'il faut éliminer. أما الطريقة الثانية تاع لي حنا رانا شفنا كومون اون ريكوبير الاكسجين ليكيد سائل من بعد فيه كان بروسيس حتى نرجعوه غاز، يعني ينتقل من اكسجين غاز غازي من اكسجين ليكيد الى اكسجين غازي. اما لي كونسنتراتور اللي ذكرتهم دوكا، التقنيه تختلف، ليست نفس التقنية. معليش دكتور، معليش احنا الان ما راناش نتكلموا على الموضوع بشكل يعني تقني 100%، حتى المشاهد ما راح يفهم بزاف هذا. لكن هل لما نستعمله للمريض اللي راه يعاني، اللي ما عندوش قرعه اكسجين، هم الناس كلهم يحوسوا على اكسجين، حتى هناك كثير من المستشفيات اللي لازم لها دعم في هذه الماده، هل لما نستعمله اكسجين نسبه النقاوه تاعو 93%، هل يضر المريض؟ Alors, si on prend les concentrateurs, alors à 93% de pureté, c'est bon. À 90, même à 90, c'est bon. D'ailleurs, il y a des concentrateurs qui se situent entre 90 plus ou moins 3. Ou qu'un fihum mounabbeh, le maïl haqq l'khumsaoutmanien, ok ? في حالة ما كانش صفر وحالة 85%، واضح أنه نمشي 85%، ولكن أنا أنصح يكونوا دي كونسنتراتور افيك اون بيورتي مليحة، حتى لا نفتح الباب أنه يجيبوا دي كونسنتراتور ضعاف. 95% نخدموا بها، تحت 95% في حالة وين ما كانش نستعملوها. هذه النصيحة اللي نقدروا نقدموها. طيب نتوقف عند هذه النقطه ونخلي سي ياسين يكمل الاشكال تاعو. دونك قالوا لك لازم 99%، هل تشوف فيها مبالغه 99% بالنظر فاصل 5 بالنظر للوضع اللي رانا عايشينه، بالنظر للاحتياج تاع المستشفيات لماده الاكسجين، هل هذا معقول؟ سوف اجيب واقول يعني دقيقا. نعم انا نظن أكيد منع من تسويقه. لا ماشي تسويق، ولا توزيع لأنه ماهوش التيتر. لا معذرة، يعني التوزيع للجمعيات. احنا مازال ما لحقناش للمنع ولا الرفض ولا احنا هزينا العينات الأولى، قمنا بالتحاليل في مخبر آخر يعني خارج، والتحاليل الآن يتبان على الشاشة. عملنا لحقنا في بعد عدة محاولات، انتقلنا من 88% 94% 99.8%. اليوم انا نحكي ولا درجه نقاوه حتى تلحق 99.12%، يعني حاجه اللي تجاوزتوا 95%. تجاوزنا وقالوا لك هذا النسبه غير مقبوله. اشكال عندي هنايا، عندي طرحين. الطرح الاول لانه المصنع هذايا الوحده الانتاج هذيك تابعه للمصنع، المصنع هذا جابها للاكتفاء الذاتي، جابها للانتاج الصناعي للاكتفاء الذاتي، ما يقدرش يسوق، هذا مشكل اول. ما يقدرش يدير ديدون ولا حاجه، لازم هنايا السلطات هي اللي تاخذ المبادره. طيب اتصلت بالوالي؟ اتصلنا بالوالي، لانه الوالي هو بمثابه رئيس الجمهوريه في ولايته. الوالي مشكور، سهل لنا امور كثيره وعاوننا، ثاني جبنا تقنيين من مصانع اخرى ومن مناطق اخرى، الامر هذا طيب ما شاء الله. النقطه الثانيه اللي وقعنا فيها انه درجه النقاوه لازم تفوق 99.5، وهنا حتى الولي ما يعني ماهوش لازم الناس الاختصاص. شكون اللي اشترط عليك هذا؟ هي سي لا نورم، هما سي لا نورم، سي لا نورم اللي يعملوا بها جو بونس كاع لي غازي اللي يديروا البرودوي ميديكال. دونك غلا هنا، لكن كاين فيها فهم اخر للامر. هذا هو اليوم، هذا هو البي تاع لا فيزيت تاع على حسب معلوماتك، هذو المصانع ولا المستشفيات واش راهي تستعمل؟ استاذ احنا شفنا كلش اليوم في المستشفيات، شفنا الناس جابت قرعه ما على بالناش منين، واحد ما يقدر يسقسي يقول له القرعه هذه منين عمرتها ولا حاجه، لانه كاين بزوان باباها ويموت لازم ينقذوه. دوك
سؤال هنايا ما تقدرش تطرح سؤال حوس الاكسجين يجيب الاكسجين. شفنا ناس جاب دي جينيراتور، شفنا ناس جابت اي تركب دوكا لي جينيراتور هذو لي ميني سنترال هذو اللي في لي زوبيتو اللي لحقوا 90، مي سي دو بروسيس ديفيرون. دونك حنايا كون جا صناعي درجه نقاوه 80% تكفي للعمل الصناعي، لكن كيعود طبي لانه كي تقول اكسجين طبي معناها يدخل في خانه الدواء وهذا امر اخر. واش قال لك الوالي لما طرحت له الاشكال وربما من المفروض يقوم بخطوات لتسهيل هذه المهمه لانه هذه مهمه انسانيه بالدرجه الاولى وتتعلق بماده اللي راهي مطلوبه بشكل كبير. انا نظن باللي المشكل مشكل ماهوش مشكل محلي، المشكل راح يكون مشكل وطني، لانه اليوم انا قلت لك حنا في حاله حرب، وفي حاله حرب لازم الناس كاع لازم تو لو موند كي دو بارتيسيبي با اونيكمون قال اليوم مشكل في ستيف ولا فقط، لان اليوم عندك غدوه عندي غير غدوه عند الاستاذ المرض هذا او يحوم. حنا اليوم حبينا نلقاو طريقه عمل تسهل الامور، ما عندناش وقت. المشكل تاعي اليوم انا اني نخدم ضد الوقت، الناس هي تموت. واش الحاجه اللي تمنعك الان باش تنتج؟ ما عنديش تصريح. ما عندكش تصريح؟ قلت لك نقطتين. النقطة الأولى السيد الوليد طلب منك تصريح، قال لك لازم تروح تتحصل على تصريح. ماشي بهذا طلب منك تصريح، أليس كذلك؟ طلب منك تصريح. التصريح لازم. لازم. التصريح لازم. لا هو يخدم في إطار القانون، طلب منك طبيعي تصريح. طبيعي الحال. لكن أنا نشوف أنه حتى السيد الوليد بإمكانه أن يتحرك ويتبنى هذه الفكرة ويتبنى هذه المبادرة الخيرة ويساهم في الحصول على التصريح، التصريح ماهوش حاجة صعبة. دكتور لا خليني نعقب على هذا الامر لانه مهم. تفضل. اذا تسرح في عمليه التوزيع هذا امر سهل، انا معك في النقطه، لكن اذا المشكل في درجه النقاوه هذا امر اخر. هذا لازم الناس المختصين، وهنا هذا نداء نرجو، هما اللي يقوموا بالمبادره وهما اللي يعملوا لنا دراسه ولا يعملوا لنا كونت اكسبيرتيز باش احنا نقدروا نعرفوا. ولكن هذو الناس المختصين ما يجوكش هكذا برك سيد ياسين، لازم يجوك بطرق رسميه. أنا لازم وزاره الصحه، وزاره الصناعه الصيدلانيه هي اللي تبعث لك متخصصين، وعندنا ما شاء الله هاو عندنا البروفيسور محجوب يعني. لا انا اساتذه ما شاء الله، انا شوفي في ال 15 يوم هذه شفت امور ما شاء الله، شفت تخصصات في الميدان اللي ما كنتش نعرفها. لانه كل هذه مضيعه للوقت، من المفروض راكم تنتجوا حوالي 700 قاروره ما بين في اليوم. 400 500 قاروره في اليوم هذا اللي كبير. خلينا نأكدوا على هذه 99. 400 قاروره اذا كانت درجه النقاوه ما بين 95 98، اذا تحتمت نخدموا فوق 99 راح تكون كميه ضئيله يعني. قليلة. من المستحيل ان تتعدى. هل نحن مضطرين انه تكون درجه النقابة 99؟ خلي الاستاذ يجاوب. هل نحن مضطرين في هذا الوضع؟ جو ريبون اعطينا الجواب النهائي. اذا كان بور لا فابريكاسيون دي زانتيبيوتيك 99.6 مليح لازم، اذا كان للتنفس لا. موا جو بونس كي ان بروبليم دو كومونيكاسيون، il faut que les choses soient claires. سي سي La finalité, c'est pour l'oxygénothérapie, 95% تكفي. إذا كان لصنع الأدوية، les antibiotiques, là, تما تطلب une درجة نقاوة، une pureté beaucoup plus importante. Et c'est exactement ce que vous avez dit. Je pense qu'il y a un problème de communication, pas plus. Là, استطيع أن أتصور أنه فيه سوء نية ولا مستحيل. بعيد مستحيل يعني. كلنا جزائريين، كلنا عندنا غير على الوطن. ولا انت كتقولوا لسنا جزائريين اكثر من الاخرين ولا الاخرين اكثر منا. اذا كان للصناعه الصيدلانيه وليزونتيبيوتيك وي 99.6 ولا سي بور لا سبكتروميتري باغ ابسوربسيون اتوميك ولا حاجه فريمون دو تري بريسي، مي لا سي بور لا ريسبيراسيون للتنفس 95% ممتاز. هنا برك ذكر رقم حتى نوضح الصورة، قلت القدرة الإنتاجية تاعكم بين 400 و 500. 400 500 قارورة. قارورة تاع كم لتر؟ 50 لتر. ألوغ 400 ولا 500 قارورة يعني شيء عظيم. افيك 500 ل 600 قارورة اون بو سوفي 200 يوميا. يوميا. 200 باسيون. لانه ان باسيون اذا كان نعطوا له 20 ريتلا يوميا تقتر من 3 بوتاي ولا 3 اوبيوس مهم باغ جور.
تصورك قريب من 600 نتايا يعني راك فو بوفي سوفي 300 في ان شاء الله. يعني كان من المفروض المجمع راهو تدخل في الانتاج ان شاء الله ان شاء الله ودخل. احنا نداء خلي كمل لي كل الخطوات اللي درتها بعد نتوجهوا للنداء، لانه انت الان انا نظن انه كان مشكل تواصل وما على بالكش واش من الجهه اللي تدق فيها الباب. احنا بطبيعتنا كتجار ولا كمصنعين لماده الحديد ولا كموردين ولا مصدرين للحديد ما عندناش يعني تجربه في الميدان الصيدلاني ولا في الميدان الطبي. احنا خاطينا هذا الميدان وين المبادره داخله في هذا الميدان. انا نظن باللي ضيعنا وقت في دق الابواب، وانتم شاركتوا معنا في هذا الامر وين ونطردي ديجا باش نشوفوا الناس. حتى جمعيه البركه كانت عندها دور في التواصل مع الصناعات الصيدلانيه، لكن الامور غير واضحه، الامور تحتاج الى قرار من صاحب القرار، يعني من وزير الصحه ولا وزير الصناعات الصيدلانيه لازم يتم اتخاذ قرار، لانه الوضع صعب والشركه وهذا المجمع قادر ينتج كما قال من 400 ل 500 قاروره بسعه 50 لتر. حاجه ما شاء الله، حاجه كبيره كما قال البروفيسور، وايضا يمكن لها تنقذ كما قال البروفيسور حوالي 200 شخص الى 300 شخص الى 300 يومياً. شخص يوميا. ف وبدرجه نقاوه او بنسبه نقاوه 95% يعني فما فوق حتى يعني من 95% فما فوق، يعني اكثر من المكثفات اللي راهي تجي من الخارج، يعني نسبه النقاوه اكثر من نسبه النقاوه الموجوده في المكثفات. يعني هنا والله غير الانسان ساعات يعني يعجز اللسان على التعبير في مثل هذه المواقف. ما كانش جهه اللي تتبنى هذا المبادره، ما كانش جهه اللي يعني تشجعهم وتعاونهم وتسهلهم هذه الاجراءات الاداريه، لانه في النهايه هي اجراءات اداريه. انا نشوفها مشكل بيروقراطي ماهوش مشكل سؤنيه او ربما، ولكنه مشكل بيروقراطي لازم له حل في اقرب وقت. احنا نتكلموا على روح، كاين نداء القلب وكاين نداء العقل. إذا نداء القلب يقول أعطيه أمشي في الأمور هذه، بصح العقل يقول لا، لازم تريث ولازم واحد يخدم بطريقة علمية وطريقة واضحة. لأنه اليوم احنا نتكلموا على مادة حيوية، مادة حيوية تدخل في كدواء يعني في الميدان الصيدلاني. احنا كمساهمين ولا كنشطاء ولا في العمل هذا الخيري ما نقدروش نتحملوا مسؤولية أنه نقتل إنسان، هذه من المستحيل. احنا اليوم لازم الناس كما الأستاذ اللي يعرفوا الميدان واللي عندهم خبره في الميدان هما اللي ينصحونا، هما اللي اذا هذا القرعه تاع الاكسجين اللي انا راح نتجها ب 95 درجه النقاوه راح تقتل انسان، انا جو بريفير ما نعطيهالوش. بصح اذا فيه احتمال اني ننقذ الانسان احنا نحارب الى اخر رمق، وهذا هو الطالب اللي نحن نوصيه. اذا فيه احتمال انه درجه 95% نقاوه حتى 98% نقاوه هذا الشيء مقبول ويدخل في الميدان العلمي، يعني قبلوا ماذا بينا احنا نسيروا الامور. هاو البروفيسور قال لك ماشي مقبول، فوق المقبول، وهذا تخصصه. البروفيسور محجوب يدرس الاطباء في الجامعه، هو يدرسهم كيف يستعملون الاكسجين وكيف يستعملون السوائل الطبيه. يعني رانا قدام الان، رانا امام بروفيسور ويعني واستاذ كبير ما شاء الله. رجاء يعني احنا نتكلموا في الواقع، ما راناش نجاملوا فيك، ولكنه الواقع. لما يكون واحد متخصص يعطي لك رايه العلمي، فالان ما على يعني المسؤولين ولا السيد الوالي ربما نوجه له حتى نداء له انه يساهم في الحصول على رخصه. يعني رخصه وشنو هي الرخصه؟ وشنو هي الرخصه؟ تفضل بروفيسور. اكيد هي الرخصه تخضع الى مقاييس علميه. اوكي، في الحاله ديالو اللي عندي معطيات عليها، سي اون يونيتي دو برودكسيون دوكسيجين كي على فوا عندها une partie c'est de la cryogénie mais عندها une partie qui est mécanique c'est ça il y a le filtre après هو الحل الارجح بالنسبه ليه، لانه دائما نحاول ان نتعرف على المعطيات التقنيه للاله اللي عنده.
طيب مع على الجهات المسؤوله الا ان تبعث خبير او فريق من الخبراء. لا جبنا احنا نمشيو. احنا المشكل تاعنا اليوم في الوقت، ربما لما يجي الخبير من الجهه الرسميه يكون احسن من المفروض. والله يا استاذه واش نقول لك، تتحصل على الترخيص، فالترخيص يجيك من الجهه الرسميه، فهذه الجهه الرسميه سواء وزاره الصحه او وزاره الصناعه الصيدلانيه هي اللي من المفروض تبعث لك خبير باش تتاكد باش تعطي لك الرخصه. الزياره اليوم درنا الزياره لاجونس ناسيونال وتحدثنا معهم، الوكاله الوطنيه للمواد الصيدلانيه، تحدثنا معهم ومشكورين يعني كان الاستقبال ما شاء الله، وهما اصلا لقيتهم مطلعين على الموضوع وفيه يعني عمل لا يندار على هذا الامر، لكن تبقى لا نورم هي لا نورم، هذا الاشكال يعني ما نقدروش حتى هما قالوا لك لازم فوق 99.05%. ما هضرناش مع اخصائيين ولا هضرنا مع ناس اداريين، الناس المحترمين. هذا الاداري تبع القانون، تبع القانون، ولكنه غير متخصص. هذا هو الاشكال، غير لازم متخصص. الناس الاختصاص، انا اليوم انا نطلب من الناس الاختصاص اذا يقدروا يديروا لنا ديزكسبرتيز، اذا بينوا لنا باللي ما كانش اشكال للمريض غدوه ولا حاجه. انا نظن باللي الناس راح تمشي معنا في الطرح وتمشي معنا في العمل هذا. هذا هو لب القصيد. لو هنا اذا القانون هذا ماهوش قران، هذا لو ستاندار هذا اللي نحن نخدموا به ماهوش قران. احنا اذا امكننا انه نعطي دليل وبرهان انه فيه امكانيه انه هذا بورت با بريجيديس لو باسيون، نمشي. هذا هو الطرح اللي انا نمشي فيه اليوم. اليوم ماهوش الوقت عتاب ولا وقت، اليوم وقت انه ننقذ حياه ولو شخص. هذا هو الاوبجيكتيف تاعنا اليوم. حتى المبادره هذه بديناها باش نمشيو امورنا وننقذوا اشخاص. جوبونس واضحه يعني. واضحه. بروفيسور واش تقدر تقول كحوصلة في النهاية لهذا المبادرة والوضع اللي رانا واصلين فيه؟ كاين كيفها بزاف. انا نعرف صناعيين اخرين في مدية في كذا اللي حولوا ثاني مصانع تاعهم للانتاج الاكسجين وواقعين في نفس الاشكال، حتى ولو ماهمش راحين يوقعوا فيه اليوم يوقعوا فيه غدا. احنا كظرف، احنا نحوسوا ظرف هذا فقط. انتم حابين تساعدوا البلاد، تساعدوا بلادكم، تتضامنوا مع بلادكم، تتضامنوا مع الشعب تاعكم. حتى الرخصه هذه اللي نحوسوا عليها ولا حتى هذا التصريح نحوسوا عليه يكون انيس ظرفي. لانه حتى تجي تشوف يعني تم ما تساعدكش انك تخلي انتاج الحديد والصلب اللي يدخل لك يعني اموال طائله وتروح تحول الى الى هو هذا استمر ترديد انتاج اكسجين تحت يعني من الناحيه التجاريه. والله يا استاذ احنا ماناش نتحدثوا اليوم على 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 الجانب الاقتصادي ولا الشق الاقتصادي في هذا الامر. لا لما انت قلت لي انا نسحق هذه الرخصه مؤقتا باش نوقف مع بلادي ونوقف مع اولاد بلادي في هذا الشده، من بعد انت مش راح تساعدك تبقى تنتج استاذ. انا مانيش خير من الناس اللي خلات ديالها. انت عندك مصنع، انتم عندكم مصنع لانتاج الحديد والصلب، يعني من الاحسن تعاودوا ترجعوا النشاط تاعكم. بطبيعه الحال احنا اليوم عندنا تقريبا 15 يوم كاع لي بينيفول اللي معايا في هذا المشروع خلاو امورهم، يعني كاين اللي عندهم مؤسسات شركات، ولا كاين حتى كاين ناس دات كونجي سون سولد وجات توالي مدة 15 يوم. وهذا الشيء ثاني الناس عندهم عائلات يعني ماهيش يعني احنا ماناش خير منهم. لا يسمو الابطال هذو اليوم جاوا وجدوا المصنع، خلي الاداره اليوم تخدم خدمتها. اذا في احتماليه انه نقدموا هذا المنتوج للناس تستفاد منه مرحبا، اذا ما فيش احنا اجتهدنا وعندنا اجر الاجتهاد وخلاص. الان انت واش راك طالب؟ والله غير الاساتذه هما اللي يقدروا اليوم يعاونونا يعني. وانا اوعد الصديق هذا ان شاء الله في الخير انه ان شاء الله نكون له سند ومساعدين ان شاء الله حتى يعني نتفادى سوء التفاهم هذا اللي يعني يقدر يحصل وحصل، وان شاء الله نمر فوق هذا. ممكن فيه لقاءات، ممكن اذا الوزاره المعنيه ان شاء الله نشوفوا كيف نديروا ديكولوك نديروا ديرينيون طرافا ان شاء الله ونمشيوا في الامور ولعل وعسى. هي توجور ان اكسبسيون على راجل نحب ولا نكره، وهذه هي اللي لازم تكون اليوم ان شاء الله. يكون
فيه حل وموجود الحل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. وربما قدم لك يعني جزء من الحل اليوم يعني. لا الحمد لله اليوم فعلا. اليوم انا نرجع للصيف تقريبا فرحان. صح. ماشي كما نحب، ما فيها فيها امل ان شاء الله. لا شاء الله. لانه مادام فرضوا عليك نفس درجه النقاوه اللي هي عاليه بزاف، عالية بزاف وما تمكنكش من انتاج، من المستحيل كميه كبيره من الاكسجين. هي في البروسيس باش تعرفي بقى. بالرغم اسمح لي، بالرغم من انه كما قال البروفيسور، كما كنا نعرفوا انه درجه نقاوه 95 ممتازه، اليس كذلك بروفيسور؟ اؤكده. إذن والله هو نداء للوزير الصحة، نداء لوزير الصناعة الصيدلانية، نداء لوالي ولاية الصيف حتى يساهموا ويلقوا حل. يعني هي في النهاية رخصة، مجرد ورقة رخصة تخضع لقوانين، نعم تخضع لإجراءات قانونية، نعم لربما خبراء يجوا يشوفوا العمل اللي قمتوا به، وفي النهاية هذه الرخصة راح تمكن هذه المبادرة وتمكن هذه الشركة من الدخول في الإنتاج. راح يقول بدرجة نقاوة 95% يقدر ينتج من 400 ل 500 قارورة نتاع أكسجين. وشحال من لتر؟ 50 لتر، يعني كمية ضخمة. راح تخفف الضغط على مستشفيات الولاية، تخفف الضغط على الطلب تاع الناس، وتقدروا حتى تعاونوا المناطق المجاورة إن شاء الله. إن شاء الله مع يعني هي لا بانديمي مادام هي راح تنقص اوتوماتيكمون راح يكون ان شاء الله قدره باش نعاونوا مناطق اخرى. وما ننساوش ما تقدرش يعني حتى الخبراء ما باش يقولوا حتى نقص في اوروبا، راهم يتكلموا على موجه رابعه. يعطيك الصحه، راهم يتكلموا على موجه رابعه. وهذا لا هو المرض هذا ان شاء الله راح نعيشوا معاه يعني ما فيش. وبالتالي لازم احنا نكونوا مستعدين. نكونوا مستعدين. انا نظن كي يعود عندك ان بلون بي، عندك يونيتي دو برودكسيون اوكسيجين اللي واجده وقادره تعاونك، معليش ما تستعملهاش اليوم بصح في حاله الذروه تقدر تكون عندك كسر. هذه والله لا يرفضها عاقل، لا يرفضها عاقل. ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. نعاودوا، بقى معنا سي ياسين. بروفيسور محجوب، خلال نقاشي معك قبل ما تجي لهنا تكلمت لي على بعض المعطيات وبعض الارقام اللي تعطينا نظره حول ما ننتجه من مادة الأكسجين. نشوفوا الآن واحد الجدول راح يشرح لنا بروفيسور محجوب هذا الجدول باش تكون عندكم نظرة، لأنه الآن احنا رانا مع واحد متخصص في هذه المادة وفي طريقة استعمال هذه المادة. نشوفوا الآن هذا، تفضل بروفيسور. كنا تكلمنا من قبل وعطيت لي كل هذه الأرقام اللي سجلتها الآن، أنه المريض يحتاج في العموم وفي المتوسط يحتاج إلى 20 لتر من الأكسجين في الدقيقة. هذا اللي يطلب أكسجين، المريض اللي لازم له أكسجين، اللي عنده كورونا، عنده كورونا ويحتاج إلى أكسجين. لأنه ليس كل مريض عنده كورونا يحتاج إلى أكسجين. طبعا. ولكن قبل الدخول في عالم الأرقام أريد أن أطرح المبدأ. المبدأ هو لا تهوين ولا تهويل. C'est-à-dire que on ne doit pas faire de la propagande, ni en exagérant, ça ne sert à absolument rien du tout, ni en minimisant le danger de la pandémie. تهوين ou تهويل لاخر. في كلا الحالتين nous sommes en train de faire de la propagande, يعني الدعاية. وهذا لا يفيدنا ولا يخدم ولا يخدم الوضع مجتمعنا ولا يحسن من وضعنا. إذن الفرضية التي انطلقنا منها هو قلنا نأخذ مريض عافاكم الله وعافى جميع الناس، يعني إذا كان عنده كورونا ويحتاج إلى مادة الأكسجين، ف قلنا نديروا اون هيبوتيز تاع يتناول 20 لتر في الدقيقة. وهذا شيء جد يعني مريح حتى إلى مدير المستشفى أو مدير المصلحة، لأنه سيرى فيه خير كبير للمرضى. يعني نسبة 20 لتر في الدقيقة بالنسبة لمريض واحد هو بالنسبة لي حاجة مليحة كثير.
فيه امراض يعني يكون كورونا يكون فيه اكثر اكيد وساعات اقل وساعات اقل اكيد. اذا لما نحسبوها 20 لتر من الاكسجين في الدقيقه هي 1200 لتر من الاكسجين في الساعه. لا يس اوكي هي 1200 لتر من الاكسجين في الساعه للشخص الواحد بدون انقطاع. و 28800 لتر اكسجين في اليوم بدون انقطاع. دونك انسان مريض نعطي له الاكسجين ونعطي له الاكسجين مثلا 20 لتر في الدقيقه في اليوم كل اليوم يعني اليوم بدون انقطاع يتناول هذا المريض ربي يشفيه 28800 لتر تاع اكسجين غاز صح. حسب تصريحات وزير الصحه نعم قال ووزير كذلك ووزير الصناعه الصيدلانيه نعم قال انه الانتاج الوطني من الاكسجين اليومي هو 420 الف لتر اكسجين سائل يوميا. نعم سائل يوميا معنى ذلك انه واحد ولما نجي نحسبوها نقولوا ان واحد لتر اكسجين سائل هو ما يعادل 850 لتر اكسجين غاز. très bien alors ce qu'il faut savoir معنى ذلك بعد نخليك تكمل معنى ذلك انه 420 الف لتر اكسجين سائل يعطينا 357 مليون لتر اكسجين غاز. très bien هل هذا صحيح؟ تمرنا في سي تون ملتيبليكاسيون حسابات إيه. هذا هو المنتوج تاعنا اليومي من حسب التصريحات الرسميه طبعا. نعم وهذا الواقع يعني حقيقه. نعم احنا وين نروحوا باش نعرفوا واش هو النسبه اللي كم من مريض نستطيع ان نساعد كم مريض نستطيع ان نساعد بهذا الانتاج يوميا بهذا الانتاج بالانتاج الوطني. لما نقسموا 357 مليون لتر غاز أكسجين نقسموه على 28800 اللي هي احتياجات شخص واحد خلال اليوم من الأكسجين يعني غاز نلقاو أنه نقدروا نتكفلوا يوميا بأكثر من 12000 مريض يوميا 12000 مريض يوميا. وإذا أخذنا الإحصائيات تاع البارحة أو قبل البارحة نجد أن عدد المصابين بكورونا ياك وليس بالضرورة أنهم كلهم يحتاجون إلى الغاز الأكسجين أقل من 2000 نقولوا أقل من 2000 لأنه هناك بعض الحالات اللي ما نقدروش نحسبوها كاين بعض الحالات ما تروحش للمستشفيات ما ديرش بي سي إلى غير ذلك. احنا نقولوا أقل من 2000 لا ناخذوا لو شيفر أوفيسيال سي 1200 إيير 1200 إي ديبوسي 1200 حالة احنا بالكمية تاع الإنتاج الوطني نستطيع ان ناخذ ب يعني ان نقدروا نتكفلوا ب 10 اضعاف ما هو تقريبا ما هو مصرح به مصرحون به. معنى ذلك بروفيسور انه عندنا انتاج كافي ووفير من غاز الاكسجين لما تكون 10 اضعاف يعني 10 اضعاف لما تكون هذا التذبذب وهذا المشاكل اللي شفناها في بعض المستشفيات او في مستشفيات عديده من الوطن هنا يدخلوا عده معطيات اخرى هنا نتسائلوا. تري بيان شوف نشرح برك شيء اخر المنتج مثلا السي حسين هو منتج الانتاج نحسبوه ب لتر ليكيد سائل ايوه لتر سائل اما لا كونسوماسيون او نيفو دو لوبيتال تحسب بلتر غازي حتى نربط بين الاثنين واحد لتر غازي لتر سائل يعطينا 850 و54 كنا نحبوا دقيقين 850 سي اكسيلون 850 لتر غازي اكسجين غازي حتى نوضح الرؤيه للمشاهدين فاذا اخذنا 20 لتر
أكررها وأقولها، هذا يدخل السعادة للمريض ولرئيس المصلحة ولمدير المستشفى. يعني مقدار كافي ووافي، يعني كافي في حالات يعني أكثر يعني في حالات أقل، وفيه كثير حالات، وفيه كثير حالات ما تحتاجش الأكسجين لتدخل. نعم وما تدخلش صح كبير. دونك نشوفوا بلي نقدروا 10 أضعاف ما هو مطلوب على حساب الأرقام الرسمية. حقيقة هنا نطرح بعض الأسئلة، لماذا هذا يعني التهويل؟ ولهذا كنت قبل يعني شروع في الحديث لا تهويل ولا تهوين. فيه سكون أبل لانستان دو سيرفي، لي جون بونس كو يا با دوكسيجين، دونك سولوي كي افي بوتيتر ولا سون بابا ولا سا مامون افي بيزوان دون بوتيل دو 10 لتر يعمر 10، يقول لك ربما سلوكيات يدير ستوك، حتى هو عنده شي مريض تلقاه يدير ستوك، وهذا يضر بالمريض مباشرة، يعني يضر بالمريض وبالمستشفى و و و وهناك ايضا مشكل في التوزيع. اوكي ومشكل في التسيير، لازم نقولوا كل المعطيات، ومشكل ايضا في التهويل اللي تكلمت عليه، وربما اقبال المواطنين على التخزين الى غير ذلك، كلها عوامل ربما تعطينا جو في دوني اون اوتر انفورماسيون باش تعطينا جواب لهذا السؤال. لا نعطيك شغل معلومه اخرى، نشوفوا باللي شيء صعيب يعني صعب. في الاسبوع الاول عندها تقريبا شهر ما تم يعني تناوله من أكسجين يعادل كل شهر. صح يا في اون بوينت، سي فري كي يا في اون بوينت، مي سي فري اوسي كو il faut le gérer comme un médicament l'oxygène. Il faut pas attendre à ce que le niveau soit zéro pour lancer une commande. كيما الأدوية عندك لوفينوكس مثلا شي ضروري، les antibiotiques حاجه ضروريه، لي كورتيكويد حاجه ضروريه. من المفروض في الادويه اليوم عندنا مشكل، اليوم فيتامين سي مثلا ناقص في السوق، الفينوكس ناقص في السوق. لا موجود، انا شفت الاخر بشرك بلي كاين موجود او تم تزويد السوق، تم تزويد السوق، وعلينا ان نكون حذرين، يعني on ne doit avancer que des choses que nous avons vérifiées où nous avons la preuve matérielle que c'est le cas. Mais il faut être positif. Il est vrai que nous ne sommes pas habitués à une pointe aussi importante. Notre génération, votre génération, la génération de plusieurs Algériens n'ont jamais connu de pandémie. Il y a des tasarufats. نجم عندنا على عندنا عامين وحنا عايشين هذا الوباء. لا لا انا معك، عندنا عامين وحنا نقولوا يفو بورتي لا بافيت تقريبا عامين، وعامين رانا نشوفوا باللي لا بافيت مازال حاجه. لا بافيت حتى في دول اخرى هناك فيه رفض وفيه استجابه وفيه، ولكن انا ترى انه يجب يعني تنظيم اكثر هذا تسيير هذا الوباء. نروحوا يجب تنظيم، نروحوا بنقطه نقطه. انا نقدر نقول لك مثلا عندي اون 2020 موا دو مارس في ان بلاطو دو تيليفزيون كيما هذا نصحت بلا بافيت، وربما حتى العمر كنت من أول من حمل الوقاية هذه. لماذا؟ كانت عندي إحصائيات في كوريا الجنوبية. La pandémie a commencé en Asie. Vous êtes d'accord avec moi؟ صحيح. هما عندهم ثقافة تبورتي لي بافيت حتى ولو عندهم غريب. صحيح. صح ولا لا؟ صح. Il faut savoir tenir que les humains qui ont un degré de pollution élevé, donc. Non, on ne parle pas de la babette. Non, c'est pour ça que la babette, ça devient un quotidien, c'est-à-dire le fashion man. Mais vous, si vous avez la grippe, il la porte. Vous pouvez être certain. La grippe, il la porte. Il y a des quels mordoriens. Le monhana nta le marad corona, fi Corée du Sud, lema kanet في البلدان الأخرى المنحنى كان إكسبونونسيال، تصاعدي هكذا إكسبونونسيال، في كوريا الجنوبية كان لوغاريتميك هكذا، صدير فارق كبير. وأنا ذاك كنت نصحت بلا بابت، الحمد لله كانت حملة توعوية. نعم.
اللي حمل لابابات. ونقدر نقول لك بلي لابابات هذه اللي تلبسوها تقدر تحمينا من دخول المستشفى وبتفاوت كبير. يعني صحيح الانسان كاين امور صغيره لازم يحترمها باش ما يوصلش الامور الكبيره. والطب في نفسه سي لا بريفونسيون سي با لو كوراتيف. لو كوراتيف سي اوتر شوز. لا ميديسين سي سورتو لا بريفونسيون. ولهذا لا تهوين. هنا ندخلوا في التهوين. لا نهين هذا الاخر. ما نهونش من لا نقلل. لا نقلل. هذه لابابات ابورتي بلوس من اكسترا اوردينير. في المرة الأولى في البلاطو لما في مواد مارس هكذا كانت هذه كنت نلبس اون سول بابيت وكان نلبس زوج. وهذا ليس خوفا ولكن تفاديا لعدم بور نو با ترونسميتر لو فيروس سي جولي بور نو با لو ريسيفوار. صحيح باش تحمي نفسك وتحمي الآخرين. ونحمي الآخرين. طيب قبل أن ننتقل إلى النقطة الأخيرة باش نختموا هذه الفقرة الأولى من البرنامج دكتور الآن واش هي النصائح تاعك لمواجهة إذا لا سمح الله معناتها جاتنا موجة رابعة هناك تكهنات معناتها موجة رابعة أو ربما هذا الفيروس راح يطول معنا ومش راح يروح غدا أو بعد غد أو بعد شهر. يعني كل العلماء ما عندهمش الإجابة المقنعة أنه هذا الفيروس راح يختفي. فكيف نستعد لمواجهة هذا الوضع الآن والوضع اللي جاي لربما؟ طيب هنا النصائح ديالي نبنيها على معطيات علمية اللي شارك فيها أطباء مختصين في عدة يعني ميادين من الطب. لابد أن تكون عندنا نظرة تاع الكورونا وما بعد الكورونا. كان صديق العزيز الذي يعني يحرص كما كل الجزائريين على راحة المواطنين كان قال بلي سوف نعيش مع الكورونا. في الحقيقة علميا لا نستطيع أن نثبت أن الكورونا سيبقى ولا نستطيع أن نثبت أن الكورونا سيختفي. سيختفي. أوكي. ألوغ لو كورونا في الفترة هذه واش كاين؟ الشيء الأول وهذه الشيء اللي راح نقولوا هذه هي الاستراتيجية التي تم وضعها. سي لا استراتيجي كي اتي ميز ان بلاس بار لاسوسياسيون البركة حتى تساعد في يعني تخفيف من هذا يعني العواقب تاع هذا المرض. اول شيء هو لا بريفونسيون التباعد الوقايه لابابات يفو با يعني نتهاون في هذه الامور. الشيء الذي لابد ان يكون لابابات والتحسيس كذلك والتذكير. الشيء الثاني هو الان يعني لون de la société civile qui est très important. الجالية الموجودة هنا والجالية الموجودة في الخارج. حقيقة ولابد علينا أن نذكره القرارات الأخيرة المتخذة في كيفية تسيير الليدون يعني شيء خطير جدا على الليلون de solidarité اللي راهو يعني كان عطى نتائج ممتازه. البارحه يعني حتى ابشركم ان شاء الله كان برنامج تاع الحكومه اللي يتكلموا على ان جينيراتور دوكسيجين بار اوبيتال ولكن المواطنين في الخارج وفي الداخل هما بعدهم راهم يساهموا في لي جينيراتور نون با لي كونسنتراتور. On parle plus maintenant de concentrateurs. On cherche l'autonomie des hôpitaux. Absolument. Il faut chercher l'autonomie des hôpitaux. Et actuellement, les, à titre individuel, nous recevons des dons pour des générateurs.
pour 34 malades. C'est énorme, c'est très bien. هذا وما فيش تناقض مع المساعي تاع الوزارات المعنيه والحكومه الحاليه، ما فيش تناقض، تساوي تضامن، هذا تضامن وتضافر للجهود في مواجهه وباء مثل هذا. باش الانسان اللي في تورونتو ياك ولا في مونريال ولا في ليون ولا في باريس ولا جنيف ولا اون سويد اللي يبعثوا تقول له لا لا انا نوزعها، لا يا اخي، كاين اون اكت لا سوسيتي سيفيل سون اكسيون سي une action de proximité. انا نعرف جاري اللي مخصوص، نعرف جارتي اللي مخصوصه، كاين زوج شيوخ عايشين يزملوا نعاونوهم، هذه مستحيل لا فارماسي سنترال تعرفها، ما كاينش منها. العكس الذي هو يؤدي بنا الى الطريق السليم، وهو انه حنا ننتظر من لا فارماسي سنترال هي تجمع وتشتري وتعطي للجمعيات توزع. هذا هو، هذه الحكمة، ولكن العكس، لأنه في عدد كبير ما يلقاوش أماكن في المستشفيات، هناك اكتظاظ، فمعناتها يقدروا يستفادوا من هذه المكثفات في البيت. أكيد أكيد أكيد. Donc je reprends ce que je viens de dire et je le défendrai et nous devons tous ensemble le défendre. Il ne s'agit pas de récupérer les dents et les offrir à la pharmacie centrale pour qu'elle en fasse la distribution. C'est plutôt le contraire. C'est aux institutions étatiques d'acheter tout ce qu'il faut et de le remettre aux associations qui ont prouvé leur existence depuis très longtemps et qui ont fait non seulement la démonstration, mais ils existent sur le terrain. Okay, et c'est à eux de distribuer. Il y a des organisations qui ont fait des achats de ces mukatifs et qui ont voulu se débarrasser d'eux. Nous avons le président de l'association de la Sadaqa Algérienne Française, le docteur Houssam Kourib, qui va travailler avec lui après quelques instants dans la deuxième partie de la vidéo. Il va nous expliquer cette grande opération qu'ils ont faite, la coopération et des problèmes. Ils ont des problèmes, inch'Allah, pour qu'ils les résolvent. En fin, professeur, nous allons voir avec سي ياسين باش نشوفوا المشكل تاعو. يعني الموضوع الرئيسي تاع هذه الفقره هو هذا الاشكال اللي وقعوا فيه وكيف يحل. نداء اخير لو سمحت. والله الامور جاب لي ربي واضحه، يعني احنا حابين اليوم نمشيو شويه لانه حابين الامور الاداريه هذه نقضي فيها ان شاء الله. اذا في امكانيه يعني الناس متخصصين والناس اللي يديروا لنا دي اكسبيرتيز ولا دي كونت اكسبيرتيز باش نمشيو في الامور ويكون عندنا طرح علمي، طرح مبني على اكاديمي ماشي كلام هكذا فقط. وان شاء الله بربي بالحجه والاثبات والبيان نبينوا الامور علميه باش هكذا حتى الاداري كي يتخذ قرار يعرف كيفاش. انا البارح يعني كي نقول لك البارح يعني اول فيديو درناه ودرنا اون لونسي سيت انيسياتيف، كنت نعاود نحوس على الاخصائيين في انتاج الاكسجين. جاوني شباب، خيرة الشباب والابطال. اليوم مصنع جاهز، واليوم جو لونس ان ابل لتو لي بروفيسيونيل في الميدان، لي كومبيتونس سيونتيفيك اللي عندنا، يعطيونا اون اكسبيرتيز ولا باش نديروا ملف يا ولدي ماشي حتى الكامل السنه، حتى في الاوقات هذه الظرفيه باش نلقى باش نمشيو. لانه ما ندريش اليوم ممكن انه يكون عندنا اكتفاء، بصح مع لي بونديمي اللي جايين يعلم ربي واش راح يكون. وهذه السلوكيات احنا ما نقدروش نتحكموا فيها، لازم لكم مرافقه، لازم لكم مرافقه وتوجيه رسمي من كاين وزاره الصحه وكاين وزاره الصناعه الصيدلانيه. حتى ليزينيسياتيف بيرسونال سون لي بيانفينو، دونك ما نقعدوش نستناو اونيكمون. ولكن يا ياسين لما يجيك واحد بطريقه شخصيه، يجي لك البروفيسور وهو عطى لك الان قال لك باللي 95 راك في هذا الكلام خلينا نبلوروه في يونيتيود ولا في رابور ولا في شيء. ولكن راك رحت بصح انت تواصلت معهم قالوا لك لازم فوق 99.05%. مش قران استاذه، هو مش قران، لكن هما الان ما حبوش يعطوا لك التصريح. انت لازم التصريح، نقنعوهم نزيدوا معاهم. على هذيك انا واش قلت لك، على هذيك انت لازم لك مرافقه رسميه، ما لازمكش مبادرات شخصيه. المبادرات الشخصيه هاو كاين بروفيسور هاو عطى لك قال لك 95% درجه النقاوه تاع الاكسجين هايله.
يعني معناتها من الناحيه العلميه. وحنا حتى انا درت بحث، انا درت بحث وتكلمت مع اطباء الان في المستشفيات كاين يوصلوا حتى 93% درجه النقاوه، وراهم يستفادوا منه المرضى ويعني يشفاو. فما تحتاجه الان هو انت مرافقه رسميه وتصريحات رسميه والجهات الرسميه، وزاره الصحه، وزاره الصناعه الصيدلانيه، والي ولايه الصيف، هذو الناس اللي عندهم السلطه باش يشجعوك اولا، يشكروك على المبادره اللي درتها. هذا امر اخر من المفروض و فوالا يعطيكم الصحه ويسهلوا لكم هذه المبادره الخيريه اللي راح تسلكوا بها ناس وتوقفوا مع بلادكم في هذا الظرف ان شاء الله خير. عندك كلمه اخيره ولا عندي ربما كمل الاستراتيجي جو سي با كومبيان دو طون يم ريست، ما بقناش وقت كثير لانه خدينا وقت كثير وعندي فقره ثانيه من البرنامج. دونك جو فيت تري بريف. La stratégie qu'il va falloir mettre en place. La première, c'est la prévention. Nous sommes tous d'accord qu'il faut porter la bavette. Okay. Et maintenant, il faut aller à la deuxième bavette. Min fadlikum ya ayuha al mushahidin. Dites-moi. Mushahidin. Ya ayuha al mushahidin. Barakallahu fikum. Portez, s'il vous plaît, une bavette. Et chez Thani, madamina, كل الجمعيات تبادر إن شاء الله في مساعدة. لتزود بالجنراتور والكونسنتراتور دوكسيجين، وأبشروا الجزائريين أن إن شاء الله في الأسبوع هذا 10 une dizaine de générateurs d'oxygène pour des hôpitaux seront à Alger. ويوزعون عبر الوطن، وفي الأسبوع القادم يكون احتمال كبير نفس العدد أو أكثر. الشيء الثالث والذي يجب ذكره أن لما الإنسان يدخل إلى المستشفى ويتزود بالغاز الأكسجين après l'oxygénothérapie il y a une période de sevrage يعني pendant la convalescence تاعو لابد عليه أن يبقى يتناول الأكسجين حتى لا تنجم عن ذلك أمراض أخرى de pneumologie sur le plan pneumologique. إذن هذا هو البرنامج المخطط من طرف الجمعية. معناتها تشوف أنه لما الواحد يكون يتلقى أكسجين في المستشفى بعد يرتاح يروح لبيته ويخرج يروح لبيته لازم يبقى يتناول كميات أقل من الأكسجين لأنه عدم الخضوع إلى هذا الشيء اللي تتكلم عليه راح يتسبب في مشاكل ممكن يتسبب له في مشاكل رئوية. هذه معلومة جديدة أول مرة سمعتها، ولكن معلومه علميه يعني انت كتبت فوالا اي بي لي بنيمولوج دواف يعني لانسكريغ دون ان بروغرام دو بريز اون شارج. هو انت المعلومات اللي قلتها والخبر اللي قلت له قلته مبشر ومليح انه هنا وصول مولدات تاع الاكسجين باش راح تتوزع للمستشفيات غير ذلك، هذا خبر جيد، لكن لا يجب ان يؤخذ بعين انه خلاص احنا عندنا كفايه ولازم الاحتياط، لازم نكونوا جاهزين بروفيسور حتى لا نفاجأ بموجة رابعة لا سمح الله. لازم يكون هناك تخطيط و تحضير، نحضروا نفوسنا وقاية، تكون وقاية، تكون الوقاية وتكون تحضير لا سمح الله لو تكون فيه موجة رابعة او ربما يسوء الوضع نكونوا جاهزين، الوقاية ان شاء الله تحمي ونخرجوا ان شاء الله من هذه الأزمة بأقل الأضرار ان شاء الله. شكرا جزيلا لك بروفيسور محجوب رضوان أستاذ جامعي. شكر موصول أيضا للسيد ياسين بن عيجة ممثل شركة ميتال ستيل بسطيف وأحد رواد. إذا ممكن كلمة أخيرة، كلمة أخيرة لو سمحتي. أنا أريد إن شاء الله أن أبشر إن شاء الله بالخير، موجود عدة يعني مبادرات دون أن ننسى أن نترحم على الأرواح التي صعدت إلى بارئها، وإن شاء الله تكون من الشهداء. وربما أخص بالذكر يعني، وهذه لازم نكونوا يعني متقبلينها، حاجة فوق طاقتنا. أريد أن أخص بالذكر صديق عزيز هو فقدته يعني، رحمة الله عليه. ربي يرحم كل الموتى وإن شاء الله ربي يشفي. الأخ هذا قريب ليك أو صديق؟ لا يعني صديق، هو الأستاذ بشير بن عروس.
وعلى الجزائريين أن يعلمون صحيح هذا لما تم تأميم البترول هو الذي كان قائما على لبي دو بترول في حاسم زود حتى يعلمها الجزائريين وكان إنسان متواضعا في يعني رحمة الله عليه وإن شاء الله نسأل الله يعني رفع هذا الوباء ان شاء الله ويكون الشفاء ان شاء الله ان شاء الله الشفاء للمرضى ونرحموا على اللي ماتوا وان شاء الله نتمنى ايضا انه تحل هذه الاشكاليه تاع مبادره سيد ياسين بن عيجه ممثل شركه ميتال ستيل اللي اخذت على عاتقها مبادره انتاج الاكسجين الطبي وحولت الانتاج يعني المجمع تاعها لانتاج الحديد والصلب وحولت الاكسجين الصناعي الى اكسجين طبي يخضع الى كل الشروط حسب الخبراء لكنه هناك مشكل تواصل وهناك مشكل بيروقراطي يعيق عمليه الانتاج اتمنى وهذا لفائده المرضى لفائده المنطقه لفائده المستشفيات لفائده كل المجتمع الجزائري اتمنى ان يحل هذا المشكل من طرف السلطات المعنيه شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام مشاهدينا الكرام أرجو أن تبقوا معي فاصل قصير ثم أعود لي أقدم لكم الفقرة الثانية من هذا البرنامج أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى الفقرة الثانية من البرنامج في هذه الفقرة سنتناول موضوع المبادرة التي قامت بها جمعية الصداقة الجزائرية الفرنسية والمتمثلة في إرسال كميات كبيرة من المساعدات الطبية ومساعدات أخرى سنتحدث عنها لاحقا وأيضا قامت بإرسال دفعة أولى من المكثفات مكثفات الأكسجين التي وصلت اليوم وهناك دفعات ستصل في الأيام القليلة القادمة للحديث حول هذا الموضوع حول هذه المبادرة ينضم إلي من ليون الفرنسية الدكتور حسام كوريب متخصص في علم الشيخوخة ورئيس وحدة استعجالات الكوفيد للمسنين بليون أهلا وسهلا بك دكتور أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة دكتور كوريب المساعدات اللي قامت بها جمعية الصداقة الجزائرية الفرنسية أول دفعة وصلت اليوم متمثلة في عدد كبير من مكثفات الأكسجين أظن 450 مكثف 418 مكثف للأكسجين وصل اليوم وهناك مساعدات ستصل تباعا في الأيام القليلة المقبلة وهناك أيضا مبادرة أخرى مهمة جدا سنتحدث عنها أولا حدثنا عن هذه المبادرة في العموم كيف حتى نظمتوا أنفسكم كيفاش معناتها كيفاش قمتم بهذه المبادرة كيفاش فكرتوا فيها وكيف كان التنظيم يعني نتكلم على التنظيم لأنه شمل عدة مناطق من العالم تفضل شكرا جزيلا كما تعرفين أستاذة ليلى أن هذه ليست المرة الأولى كنا في مبادرة من أجل الجزائر في بداية أزمة كوفيد مع التنسيق مع عديد من الجمعيات قمنا ب يعني مساعدات للمستشفيات الجزائريه في اكثر من 35 ولايه اكثر من 500 الف دولار متمثله في اجهزه الوقايه واجهزه التنفس عبر 8 اشهر من بدايه الكوفيد بالطبع احنا جمعيه متخصصه في الجانب الطبي والجراحي يعني عندنا تواجد في الجزائر منذ 2014 نقوم ب قمنا أكثر من 65 أسبوع طبي جراحي مختلف ولايات الوطن وقمنا بتطوير تقنيات جديدة في عديد من التخصصات فمن نعم الطبيعي نعم. اليوم هذه المبادرات دكتور يعني كنت حاضرة فيها معكم وكانت مبادرة جد مهمة وين قمتم بإجراء عملية جراحية للعديد من المرضى المصابين بأمراض مستعصية في أنحاء مختلفة من الوطن لكن اليوم الآن في هذه الهبة التضامنية في هذا الظرف الاستثنائي الصحي اللي تمر به البلاد كنتم في الموعد كجمعية يعني تضم أبناء الجالية الجزائرية في المهجر وقمتم بمبادرة قيمة فقط ليس فقط جمع التبرعات وشراء المستلزمات الطبية خاصة مكثفات الأكسجين لكن الأهم من هذا وأنا أشوفها مبادرة في غاية الإنسانية وفي غاية روح التضامن والمسؤولية تجاه الوطن هو
انكم كاطباء راكم تنظموا انفسكم باش تجوا للجزائر، حوالي نظن اكثر من 100 طبيب جزائري من مختلف التخصصات راهم جايين هنا للجزائر للوقوف الى جانب زملائهم الاطباء وكذلك الى جانب المرضى. في الاول حدثني عن وصول هذه المساعدات الان اللي استلمها واحد من الجمعيات تاعكم هنا في الجزائر الدكتور ياسين، ويعني عباره عن ماذا، كيفاش راح يتم توزيعها، كيفاش راح يتم الاستفاده منها، ثم نروح نتكلم على امور اخرى. تفضل. شكرا، زيد فضلك. اولا اليوم وصلت مساعدات اكثر من 418 مكتف هوائي من جوده عاليه، لان فرنسي الصنع يعني من احسن المكتفات الهوائيه في العالم بعد اختيار اللجنه العلميه في الجمعيه، وستوزع طبعا عبر عديد من المستشفيات الجزائريه وبعض الجمعيات على مستوى الوطن. فيه ايضا ما يسمى بماسك كونسنتراسيون، لان المشكل الان حقيقه فيه مشكل بماسك. هذو لي ماسك هما يعني اللي ما يخليوش الاكسجين الكميه نتاعه ما تخرجش ما تنقصش، يعني كاين لينا الاكسجين، لينا الاكسجين بالنسبه للمريض اللي خاص 15 لتر بار مينيت كميه كبيره، اذا ما كانش عندها ماسك او كونسنتراسيون فنفقدوا كثير من الفعاليه في هذا الاكسجين. اذا اليوم قمنا ب ايضا دخلنا اكثر من 3000 ماسك او كونسنتراسيون اللي هما مهمين في الحالات الحرجه خاصه في الانعاش، وان شاء الله في دفعه اخرى فيها اكثر من 240 مكثف هوائي تصل من تركيا يعني في غدا او بعد غد. في مساعدات اخرى ان شاء الله فيها مساعدات اخرى من اجل ما يسمى باسره الانعاش، يعني ما يسمى بالاو دي بي دوكسيجين اللي هو غير موجود في الجزائر، ما كان حتى مستشفى فيه. فاحنا في ظرف 48 ساعه 72 ساعه ان شاء الله سنستطيع ان ندخلوا هذه الكميه الكبيره واللي هي مهمه، ثمن غالي ولكن ما يغلاش على المرضى، لان هذا لاباري هذا اللي جايبينه ان شاء الله ما ايفيتي ان المريض يدخل للانعاش، يعني نقدر نعطيوه حتى 60 80 لتر في الدقيقه والمريض يقعد يعني فايق، يعني يمشي في غيبوبه ويقدر ياكل ويقدر يتواصل حتى مع اللي يتكلم يتو. هذا الباري بعد مناقشه مع اللجنه العلميه وخاصه الجزائريين في امريكا في فرنسا في عديد من الدول، هذا الاباري هذا الحمد لله فعال، وسنستطيع ان شاء الله باذن الله نستفيد منه المواطن الجزائري من خلال عديد من المستشفيات. فالحمد لله الخير موجود والجزائريين يعني موبيليزي لانهم خايفين على ماليهم. اليوم ما كانش واحد يتخلف على هذا الامر لان نحن في حاله حرب حقيقيه. اذا نحن نتمنى ان تكون هناك تسهيلات اخرى حتى يتسنى لابناء الجاليه، لان كثير من ابناء الجاليه جمعوا اموال ولكن ما يعرفوش المكان اللي يشريوا منه والجوده ايضا والالتزامات او اللي بزوال اللي هذا ربما نعم هذا ربما نداء حتى هذو الناس يتعاملوا مع الجمعيات المعتمده، خاصه الجمعيات اللي متعوده تقوم بهذه العمليات التضامنيه مثل الجمعيه نتاعكم اللي ماشي فقط في وقت الكوفيد، حتى يعني في الاوقات العاديه عندكم عمليات تضامنيه صحيه كثيره قمتوا بها الان. هذا فيما يتعلق بالمساعدات الطبيه اللي وصلت اليوم اول دفعه وبقية الدفعات راح توصل تباعا في الأيام القليلة المقبلة. خليني نتكلم معك على المبادرة الثانية التي لا تقل أهمية ونشوفها مهمة بزاف، هي أنكم تنظمتوا من أجل جهنا الجزائر ربما أكثر من 100 طبيب جزائري من أبناء المهجر راكم حابين يجونا للجزائر، تقدمتوا بطلب درتوا كل الإجراءات، ولكن ربما عندكم بعض المشاكل اللي راهي تعوق هذه العملية. أنا نفضل أنك أنت تحكي عليها وتشرح لنا هذه المبادرة أولا، ثم وش هي المعوقات وش هي المشاكل اللي راهي تعترضكم دكتور حسام. شكرا. حقيقة احنا ما كناش نتوقع هذا النداء نتاعنا، ان في ظرف 5 ايام، نحن اسبوع الان من اللي قمنا بالنداء، كانت استجابه كبيره لابناء
الجالية حتى فيه برونكاردي يعني اللي يوصل المرضى من سيرفيس لسيرفيس، يعني قناني فولونتير من أجل أنني مشي نساعد المستشفيات الجزائرية. المشكلة اللي راه مطروح اليوم خاوتنا في المستشفيات يعني الممرضين والأطباء يعانون، لأن 30% منهم قاسهم الكوفيد و10% منهم أو أكثر يعني كاين اللي يرحمهم، يعني فقدنا كثير من الرب يرحمهم من الأطباء والممرضين، فهم يشتغلون في 60% من الطاقة العادية اللي موجودة في المستشفيات. لهذا فكرنا قلنا المساعدة طبعا هذه مهمة، لكن إذا أردنا أننا نقدر نعاونهم أننا نجيو معهم ونقدر نوسعوا في المستشفيات يعني لا كاباسيتي دو سبيتاليزاسيون باش نقدروا نوسعوا ونخفوا عليهم هذا العناء ونجيبوا معنا. الحمد لله اليوم كانت هبة كبيرة من المواطنين الجزائريين، نحن الآن يعني أكثر من 200 طبيب مسجل، لكن كان لازمنا في الإجراءات أننا نثبتوا لليست الأولى، لكن إحنا رأنا أكثر من 200 طبيب مسجل مستعدون جاهزون للحرب، جاهزون لأنهم يكونوا مع أخوتهم في المستشفيات. للأسف الشديد إحنا كنا رحنا على السات يعني السات في الشهر باش ندخلوا، إحنا مستعدين من السبت يعني من 7 في الشهر، ولكن للأسف الشديد ما عندناش يعني دات، يعني تواصلت مع السلطات وكنا طلبنا أن تكون هناك طائرة خاصة بالنسبة لنقل هذا الأطباء بسرعة، لأن في حالة حرب يعني هذه لا ميتين دوغير ما تستناش، المريض لا يستنى، يعني مالي نرى خايفين عليهم، حبابنا نرى خايفين عليهم، الأطباء يعني داو دي كونجيسون سول دو كونجيسون سول، يعني كان الناس اللي قطعت فيه دور ريانيماتور يعني في الإنعاش كانوا في تركيا قطعوا الإجازة تاعهم وجاءوا وقال لك احنا مستعدون أن نقدم يد العون والمساعدة، كل الإجراءات اللي طلبت منا، كل الأوراق اللي طلبوا منا، كل التزمنا كل الشروط لنكون يعني في الميدان الآن. أنا كنت نتمنى أن نكون اليوم في الميدان. إحنا كجمعية متخصصة قمنا بكل الإجراءات، أخذنا بعين الاعتبارات السلطات الفرنسية، حتى من بلجيكا ما نساوش كاين في بلجيكا دي بلج يعني حتى ماشي جزائريين يعني بروفيسور بنومولوجي بلج جمعنا و حاب يجي معنا يدخل البلاد، في أصدقاء من جنسيات أخرى يعني أغلبهم جزائريين ولكن في حتى أصدقاء من جنسيات أخرى. للأستاذة ليلى لازم نعرفوا باللي العملية مش سهلة، يعني لازم ننفيريفي وعندنا في المجلس العلمي أن الطبيب عنده خبرة وما عندهش خبرة أو الممرض عنده خبرة ولا ما عندهش خبرة. ثانيا خلصنا أكثر من 17,000 أورو باش نأسيريو هاد الناس، يعني في حالة أن الواحد صرى له أكسيدون ما حتى لا يتم من السلطات الفرنسية أو البلجيكية يقولون بلي ديتوا أطباء وتعاود تولي على السلطات الجزائرية، فأخذ بها الاعتبار كل الأشياء لحماية يعني من ناحية القانونية من ناحية العلمية من ناحية كل ما طلب منا. الآن نتمنى يعني شيء واحد فهو واحد وفقيد، هو أننا ندخل البلاد، أننا نعاون الناس اللي راهم في المستشفيات خاوتنا وتلبينا النداء. يا كثير من الأطباء على المستوى الوطني أعرف أنهم راهم يقعدوا 24 ساعة على 24 ساعة في المستشفيات. إذن الشيء الذي لم لا تسمعيني أخت ليلى؟ نسمعك بشكل جيد، ربما الصورة أحيانا تكون سيئة لكن الصوت يصل بشكل جيد. إذن إذا سمحت لي نكمل، فإحنا الآن ما عندناش يعني إجابة. إذا كان غير مرغوب يعني إحنا ليس يعني مرحب بنا في الجزائر فيقولون فقط، لأن أنا كجمعية عندي الخبرة هذه الميدانية ونتحمل أشياء، لكن الإنسان اللي جاي من بلجيكا بروح طيبة بصداقة جاي باش يعاون بروفيسور هو ليس له أي علاقة بالجزائر أو بالجزائريين، فحطونا في وضعية حقيقة صعبة جدا، لأن ما عندي حتى خبر الآن. مع من تواصلت دكتور حسام؟ الأربعة يعني عجيب يعني. مع من تواصلت الجهات تواصلت معها؟ هل تواصلت مع السفارة؟ أنا تواصلت مع السيد السفير، تواصلت مع السفير الجزائري في سيد السفير الجزائري في فرنسا، تواصلت مع قناصلة أيضا، تواصلت مع وزير الصحة، تواصلت مع وزير الأشغال العمومية وزير الترانسبور يعني النقل وحتى وزير الاندستري فارماسوتي، كل تواصلت معهم واكثر من ساعه يعني نقاش مع السيد السفير وتفاهمنا على
يعني الطريقه اللي انا نعرف باللي كاين اجراءات لازم تقوم بها الدوله الجزائريه. لا انتم كجمعيه متعودين دكتور حسام، انتم متعودين بهذه المهمات وهذه الادوار، ماهيش حاجه جديده عليكم، وكجمعيه متمرسه ومهنيه يعني كل الاجراءات القانونيه تقوموا بها بشكل جيد، ويعني ماشي هذه اول مره. لكن هنا الاشكال نتاع حسب رايك وراه يعني من هو صاحب من هو الذي يعطيكم الموافقه؟ هل من السفاره؟ هل من وزاره النقل، وزاره الصحه، وزاره الصناعه الصيدلانيه؟ من اين تاتون بالموافقه؟ انا اظن ان المشكله الموافقه موجوده، معلومات اللي عندي يعني ان الموافقه موجوده من رئاسه الجمهوريه. ما عنديش حاجة كتابية، لكن هذا ما استنبطناه من خلال بعض الأشخاص. لكن المشكل الآن ما عندناش يعني اتصال، ما عندناش جواب، ما عندناش خبر، ما عندناش ناس يقولون بلي راكم جايين، تجي ولا ما تجيوش. يعني احنا الآن في يعني نشرها، يعني بذلنا مجهود كبير، فيه جمعيات كثيرة ساندتنا، فيه أشخاص من المجتمع المدني، فيه يعني شفتوا الانتروبو في باريس، يعني حاله يعني جميله جدا، يعني اكثر مساعدات حتى من غير الجزائريين. حتى البارح يعني طفله صغيره جابت الدواء نتاع الوالده تاعها، قالت لي جدتي ماتت وهذا الدواء تقدر تديوه معكم. لماذا؟ لان الان نعرف انا بلي الان صعب جدا، لان لا سور كونسوماسيون يعني كاين في عدد المرضى، ففيه نقص في الادويه، فيه نقص في المعدات. فالحمد لله أكثر من 30 أو 40 شخص يشتغلون ليلا نهارا على الانفونتير. الحقيقة وصلت مع يعني باش نديروا الانفونتير بور لادوان، باش نكونوا كل إجراءاتنا الحمد لله مستوفية من الناحية القانونية. الآن أنا لا أدري أين هو الخلل، لماذا الناس راها يعني تموت في المستشفيات الجزائرية، المواطن الجزائري يعاني، أقول الطبيب والممرض الجزائري يعاني، لأن قلت بلي هم يخدموا في كاباسيتي تاع 60%. إذا الإنسان جاء بروح وطنية يقول بلي أنا ماشي نقيس روحي في النار، في الحقيقة رانا ماشيين في طب الحرب، رانا ماشيين نحطوا نحنا في نفس الموقف اللي راه فيه الطبيب الجزائري والممرض الجزائري. إذا أظن أن هذه يعني حاجة كبيرة يعني بالنسبة ل يعني هذه المبادرة يجب أن تثمن، يجب أن تثمن، ويعني من المفروض يسهلوا لكم كل الإجراءات. يعني الدولة الجزائرية اسمحي لي عندها الإمكانيات باش تقدر تجيب لنا أفيون نمشيو فيه نبقوا فيه للجزائر بالمعدات. أنا أتعجب، أنا نستنى من رئيس الجمهورية، يعني الخطاب موجه مباشرة إلى رئيس الجمهورية، يعطيونا يعني تدخل رئيس الجمهورية باش نقدروا ندخلوا البلاد. إذا الناس راهي تتساءل، احنا بالك ما راهمش مرغوب فينا، لا يريدون ان نمشيو للجزائر. اذا العزيمه اللي كانت موجوده عند بعض، ولكن دكتور كوريب انت تقول انه الموافقه موجوده، ربما هناك مشكل في التواصل اظن، وان شاء الله ربما من هذا المنبر انت بهذا النداء ان شاء الله يحل هذا الاشكال، وتتمكنوا من الدخول الى ارض الوطن وتقدموا هذه المساعدات. ان السيد رئيس الجمهوريه يتدخل لإعطاء يعني الأوامر، أو يعني لتكون يعني إذا زادت العملية وما عندناش، يعني أنا أتمنى أن من الغد تكون عندنا يعني إجابة، وإلا غادي نفقد كل هاد الأطباء اللي حابين يدخلوا البلاد. يعني الناس نفهمهم يعني أنهم كل يعطيتونا توجدنا نفوسنا للحرب ونبغي ندخلوا البلاد، فأظن أن الرسالة واضحة. حتى أنه يعني عملكم في المستشفيات الفرنسية، كيفاش تعاملتوا مع هذه النقطة؟ لأنه حتى في هذا الظرف لما تغادروا المستشفيات الفرنسية وتفضلوا أنكم تجوا المستشفيات بلادكم، حتى هذا المبادرة يعني يجب أن تثمن ويعطى لها حقها من التكريم. الحقيقه باش نكمل، اسمحي لي استاذ دليله، انا يعني كي شفت العمليه يعني كانت يعني ولات الامور يعني خطيره في الجزائر، فما بقى يهمني اي شيء هو ان الشعب الجزائري. ولهذا احنا رندينا سيرفيسنا في المستشفيات الفرنسيه، خدمنا في الكوفيد، خدمنا، من حقنا اليوم كجزائريين ان ندافعوا على ايضا على العائلات نتاعنا واحبابنا في الجزائر وناسنا في الجزائر، ونقول من له غير على الجزائر عنده غير على كل جزائريين. اذا احنا
يعني عندنا علاقه طيبه مع الاخوان تاعنا في المستشفيات، يعني درنا اشياء قانونيه، دينا كونجي. انا بيرسونيل مدي كونجي سونسول، كونجي سونسول بدون مقابل، لكن هذا ولا شيء ولا شيء بالنسبه للمعاناه نتاع اخواننا في المستشفيات الجزائريه، يعني الاطباء والممرضين. اذا انا اظن ان يجب يعني التعامل بسرعه، لان رانا في حاله سرعه، رانا في حاله حرب، فكل القرارات لازم تكون موجهه في هذا الجانب. انا نتمنى الناس الاطباء اللي راهم عليه يصبروا، اللي راهم حابين يدخلوا البلاد، يعني احنا موجدين العده والعتاد، مستعدون نفسيا. يعني هاد الاطباء جايين بهم بالعتاد تاعهم، يعني جايين محملين، جايين بالادويه تاعنا، جايين بالادويه تاعنا، بالعتاد تاعنا، بالميجور دو بروتيكسيون تاعنا، يعني اوني اوتونوم. نحن حتى الان احنا نقول لهم حاجه، ما توفرولناش حتى الشروط، حتى ما توفرولناش حتى الوطن. احنا نطلبوا حاجه من رئيس الجمهوريه، انه يوفر لنا بسرعه طائره لندخلوا باش نمشيو نخدموا، لا نطلب إن شاء الله. اي شيء اخر. اتمنى هذا مكان أن... يعني ان شاء الله يوصل هذا النداء ان شاء الله يوصل هذا النداء، وهذا كله يصب في هذه العمليه التضامنيه، هذه العمليه الانسانيه، وهذه العمليه اللي تحمل كل مشاعر الانتماء وحب الوطن ومشاعر المسؤوليه ايضا تجاه الوطن. شكرا جزيلا لك سيد حسام كوري. اذا كان عندك كلمه اخيره نختم بها البرنامج، تفضل. اولا شكرا للاستضافه استاذه ليلى. انا اقول ان اولا احيي العمال قطاع الصحة في الجزائر، وترحم أرواح الشهداء، كل الشهداء، لأن هذو الناس اللي ماتوا شهداء، إن شاء الله نحتسبهم عند الله. وأقول لإخواني أيضا في الجالية، اليوم البارح تواصلنا مع إخواننا في كاليفورنيا اللي هم تاني مستعدين أنهم يساهمون، وقلنا أن سنشتغل معا من أجل المساهمة كجزائريين فقط، نحن لا معنا حتى حاجة حسابات أخرى، نحن نريد أن نساهم كجزائريين في هذه المحنه اللي راهم عايشينها فيها الجزائريين. اقول لاخواني في الجاليه ايضا، يعني نصبروا، ان شاء الله يكون فيها خير، ان شاء الله النداء ياخذ بعين الاعتبار ويخلينا ندخلوا لمواجهه هذا الاخر جنبا الى جنب، وسنهزم هذا الفيروس ان شاء الله باذن من الله وبفضل الله ان شاء الله. شكرا جزيلا لك دكتور حسام كوريب، متخصص في علم الشيخوخة ورئيس وحدة استعجالات الكوفيد للمسنين بمدينة ليون الفرنسية. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا الكرام، بهذا أنهي معكم حلقة اليوم من برنامج خليها علينا، ألتقيكم غدا بإذن الله. برامجنا ما زالت متواصلة على قناة لينا. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.